تمام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا بينا نكمل. لعبت، جبنا ليفل 15، جمعت تقريبا 2000. فالنهارده هنشتري عم فتحي فتحي او فتحي و وده نكبر محل ونشتري شوية تراكات بقى، وهو اللي يرص ايه البضاعة. ورتبت دول البضاعة اللي كانت ناقصة كده، عندنا كل أنواع البضاعة، وعايزين نرص تبلغات. بس نكبر المحل الأول. فين؟ لا برودكت، مش عايزين لاينز دلوقتي. تمام، فين بقى المحل الكبير؟ فين يابا؟ أيوة. طيب برجع ده هنا. استنى يعني الرف بتاعته بالحاجة اللي عليه كده. حط، رجع ده كمان، حطه يجي هنا جنبه. طيب لا، انا قلت كده برضه ما تجيش. حط كده ودخل ده جوه. تمام، الرف ده ما هو في النص كده، هاته هنا. تمام، مش هبايع الرف ده. لا، ممكن تحطه هنا، مش ده، هات ده، حط هنا جنب اخوه. هنا طيب، عشان يبقى يعني شكله مش وحش قوي. طيب احنا جبت تلاجة كبيرة، فممكن نملاها مية ولبن. دي محتاجين نجيب تلاجات تانية. فأول واحد، أول حاجة هاتو. هو فين؟ هنا راجل العسل. ايه ده شكله متغير، هو كمان مش زي بتاع الكمبيوتر. شاطر شاطر. انا محتاج اشتري البضاعة واحطها. طب احنا ايه اللي ناقص عندنا دلوقتي؟ اللبن، هات كرتونتين زيت، سكر. طيب هات، استنى، زيت، هات 2 برضو. هات 4 لبن، اشتري 3. محتاجين تلاجة كمان. هات راك بس عشان ده مش هيكفي اساسا. نحطه جنب اخوه جوه. لسه ما عشان يتفرج على فيديو جي تي ايه. ده اول فيديو ليه على الكمبيوتر بتاعي، سجلته عدته 9000 مرة. طيب ده السكر ده هو يحطه هو مع نفسه. رص، احنا نرص في المخزن بس. الفيديو الحمد لله اشتغل بعد ما حملته. يعني قلت يطلع الصورة بايظة او في حاجة. الحمد لله طلع ظابط، والجودة حلوة وكل حاجة حلوة. لسه ما راحش اتفرج عليه، يروح ان شاء الله نزل تاني. بس عشان كان الفيديو رخم شوية. التلاجة دي مصر على صح. رفوف كتير قوي. تلاتة، خمس رفوف. استنى، شيل، حط واحدة، 2. في لبن هنا؟ لا.
اشترى واحدة في واحدة هنا كمان، وهو ايه يروح يرص. نشيل اول العلامة بتاعة لبن التلاجة التانية اهو، شيل تمام. بص عليا، استنى بس، استنى عليا، نحط اللبن، خزن هنا. شاطر شاطر، المخزن ده عاوز ترتيب لوحده، بس لسه مش دلوقتي عشان ننظم ونطلب بضاعة. كل صف 8 4 كده ولا حاجة، لسه كتير. طيب احنا عاوزين ايه؟ طيب محتاجين اللبن ومكرونة سباكيتي. طيب برودكت، نطلب خليهم 5 لبن و5 سباكيتي، عشان السباكيتي دي مبتقعدش الصراحة، تخلص على طول. نوصلك وانت حط برضو. محتاجين نجيب مية، استنى مية، محتاجين نجيب مية ونملى رف الصف التاني من التلاجة. العصاير دي نخليها في التلاجة بتاعتها لحد دلوقتي كده. نشوف بقى، انا عايز حد يرص بالمرة يعني لو ينفع. هو انا مش شبابية شغلانة حرفيا، بس مش مهم، بطلب البضاعة كفاية يعني. كل ده مش كفاية، لما وانا بفتح الكراتين مش عارف الرخامة اللي انا فيها دي. بص يا عم، المكرونة مع قارونة، حط هنا. سلام، التسجيل سهل، مش هفضل لازق المايك من بوقي عشان الصوت يتسجل ويبقى باين كويس اصلا. تمام، هو يتصرف مع نفسه. احنا محتاجين نطلب 3 مية عشان في يعني صف اساسا. 3 مية 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 مية. محتاجين جبنة وبيض عشان كانوا خلصوا. واحدة واحدة، لا صحيح، التلاجة دي فيها 5. استنى بس، حط هنا. محتاج اعمل واحدة، حط يا عم هدي. ناقص صفين، هي كفاية. هيتبقى من القراطين اساسا. ما يروحش يمنى المية اللي هناك، استنى شيلها بس، شيلها بسرعة، اخلص من المية دي. شيل كده، لما نشتري منتج جديدة بقى ايه ننظمها برواقة. البيض حطه، العصاير دي محتاجة تلاجات كتير عشان اعرف ان انا انظمهم. بس مية حطيتها هنا. طيب ناقص ايه؟ جبنة، خليها هنا. مشروبات، نطلب واحدة من كل نوع، نحط في المخزن وهو يتسرب برضه مع نفسه لحد ايه ما نشوف لها صرفة. فين سودا، اورانج، ابل، تمام. حاجة تانية،
كده خلاص ماشي. حط في اي ناحية بقى وهو يخش كده كده الكرتونة بتكفي يعني رفين. ثلاثة أربعة في 5 منتجات عصاير أو مشروبات، فنشوفهم موجودين في الثلاجة ولا في منتج ناقص. هو رص كل حاجة قرنة خلصت ماشي. افتح المحل في كم منتج عندك يا ريس؟ ادي 1 2 3 4 5. لا تمام، محتاجين حاجة هنا. ده الرف ده فاضي اساسا مفيهوش حاجة، ممكن نشتري نقول 3 بينات بتر وواحد واتنين عيش. طيب 2 خليهم 3 عيش مش هيخسروا. بينات باتر اخليهم برضو 3 وفلوس. وانا في الليست اساسا، انا في الليست تعبان. انت معانا معلش، انت مش بتاخد مرتب كده كده؟ انا شلت يدي يا لهوي. طيب معرفش هي الكرتونة خلصت ولا مخلصتش. ده اصلا تلاتة مخلصتش، لازم اخد بالي بحطه فين بعد كده. حطها في أي مكان يعجبك لو كرتونة ما خلصتش يعني. بينات باتر تاني حط. عيش حطه هنا. هدي فوقيهم $100. حلو، جمعنا فلوس. او احنا قلنا دول مشكلة، احنا كده محتاجين مثلا دول منتجين. ادي في 3 تلاجتين، محتاجين 3 تلاجات كمان. 3 تلاجات او 3 تلاجتين من هي الكبيرة، بس الواحدة ب375 والصغيرة ب200. لسه محتاجين 800 كده ولا حاجة، اقل واجب يعني. الشاي كان غالي صحيح، الشاي ده ما بيتاخدش مش عارف ليه. 6.5. لا سيبه ده عشان انا عايز اخلص منه اساسا. قاعد على الرف مش لا يعني ما بيتشالش مش عارف في ايه. ايه تاني؟ دي ده برضو صح مش عالي قوي. حلو، اللبن ده بيتشال. ده بكام والنبي؟ عشان ده بيتشال على طول. 13. طب ما المكسب حلو اوي، ما بيتشال ليه؟ المكرونة لسه متعبية. كام؟ 7 ورق، خليها 8.5، رخيصة شوية. هو رز ببلاش ولا انت عمال تاخد في ايه؟ 7 ورق حلو، مش رخيص يعني. سكر سوسو سيريال ده ب7 او ب6 او ب7. السير ده بتشال برضو، يعني كنت لسه ماليه. حلو. طيب في تلاجة، جمعنا فلوس واحدة. أي فلوس اللي جمع؟ أي حد يحاسب محترم كده حبيبي. نحط التلاجة بس التانية، تلاجة كبيرة. خدست من المنتجين كمان. حط فين دي؟ حطها فين يا غفرة؟ خربت
كان ضيق، خليها في النص خلاص يا عم، خليها في النص، لف حط مش مهم، خليها كده لحد ما نرتب دنيتنا. دي نخليها للجبنة والبيض اللي هما غاليين أساسا تقريبا أكيد، يعني عشان نشتري مثلا فين الأربعة بيض بمية، لا ده الخمسة صح، زود واحد يعني، زود واحد، والجبنة اللي فوقيه خمسة، يبقى كده كله 206. طيب يا حد يلا يلا يا جماعة، متبقتوش معفنين، شغالة شغالة. لو أكبر أنت، بصوا البضاعة معلش وبطيء فعلا، أنا معاك. اخلص يا ريس، البطء اللي انت فيه ده يا عم معلش. بص روح دو روح خد لك بص كده، ممكن في حاجة تعجبك. جايز 277 خلاص، ايوه جبناهم. طيب محتاجين نلم الجبنة من التلاجة دي، حطها في التلاجة دي، حط هنا كده جبناية، اتنين تلاتة أربعة، لا محتاج نقفل واحدة عشان نشيل التانية. طيب شيل ده، فين الجبنة اللي هنا دي؟ خلصت. طب ولا مش محتاجين، استنى انا اكون واخد جبنة، نشيل الليبل، ايوه في اتنين جبنة هنا، شيل. طيب ندخله الجبنة على المخزن، هو ايه يتصرف مع نفسه بقى. جبنة لا ده بيض، ارميه هنا، حطه هنا دلوقتي. محترم انت يا عم، حط محترم انت، ما بترميش اي حاجة ما شاء الله. جبنا هنا كمان، حط ايه ناقص ايه تاني؟ ده بيض، ارمي هنا، طوح في جبنة تاني متهيألي. ايوه كده خلاص، ننظم البيض، في ناقص خمسة بدل البيض، في لسه عندنا تقريبا برضه في التلاجة التانية، حط واحدة اتنين يا عم، بس أربعة خمسة، حط رف لو في حاجة تانية. أيوة طب حلو لسه تمام، حطها لك في المخزن وانت تسرع بقى. فين رف ده؟ رف فاضي، نروح نشيل بسرعة لما يجي يحط. شيل سبعة تسعة والزمن لسه موجودة كويس. فين البيت؟ حطه. ايوه تمام، حط هنا تالتة ولا رابعة مش فاكر، فضيت بقى واحدة عشان تلاقي بحالها التانية، ده ما تاخدش منه حاجة. اللي ناقص من عندنا مكرونة متاخدتش خالص، ليه؟ انا كان عليها سحب كتير يعني. طيب باستا كده، محتاجين سيريال، رز بسمتي، رز بسمتي و
ايه تاني ايه تاني، وقرطومتين قهوة. انت لسه ما خلصتش رايس ولا ايه؟ تعم يلا. محل التجربة التانية بكام؟ محتاجين نوسعه تاني. 1300 مخزن، لسه مش دلوقتي مش عاوزينه. لاينسز 550، محتاجين نكبر المحل. ممكن لما نكبره بقى نشتري بضاعة جديدة، بس احنا عايزين قبلها نكون نظمنا المخزن عشان نقلب من بعده. خسرانين طبعا، لازم نخسر 1200. ماشي طيب، كفاية كده. رب يكون الفيديو عجبكم، نكمل الحلقة الجاية بقى ونشوف كده. محتاجين ننظم من المخزن ونكمل نشتري تلاجة كمان. ممكن انا برضه اخش العب واجمع فلوس ونعمل ده مع بعض. انا هعمل سلام لايك سبسكرايب وشير. لسه ما راحش اشوف فيديو جيت ايه، هلاقي لينك تحت. يلا سلام.